السلام عليكم. في هذا الدرس راح نشرح الداتا تايب في البي اتش بي. طبعا انواع البيانات داخل البي اتش بي هي مثلها كاي لغه برمجه، فيها جميع انواع البيانات، لكن هي بتختلف في طريقه كتابه الكود. طبعا في البي اتش بي انا ما بقومش بوضع نوع المتغير، يعني انا بكتبش زي مثلا في الجافا او السي او السي شارب او البايثون، بكتبش مثلا انتجر اسمه متغير ان ويساوي 5، تمام؟ طيب هذا في البي اتش بي بيزبطش. لو انا رحت عملت حفظ رحت على البراوزر هيطلع لي ايرور انه هذا السنتكس غلط، تمام؟ طيب لكن في البي اتش بي كيف هو بيحدد نوع البيانات؟ باجي بقول له مثلا هنا هي ان 1، بقول لي هنا حاطط قيمه 5، هو عن طريق القيمه عن طريق الفاليو بيعرف نوع البيانات. هنا نوع البيانات ايش؟ نوعه انتجر، تمام؟ طيب لو كتبت مثلا ان 2 ويساوي 10 او 1.5، طبعا هذا ايش نوعه؟ نوعه دبل، تمام؟ طيب لو كتبت ان 3 وقلت له ويساوي اللي هو مثلا محمد، طيب هذا ايش نوعه؟ طبعا نوعه ايش؟ string. شايفين انا كيف حددت نوع الداتا تايب تحت البيانات عن طريق الفاليو. باجي بقول له ان 4 ويساوي مثلا كتبت 2 هي ايش؟ بوليان، نوعها بوليان، بوليان، تمام. طيب لو كتبت هنا قلت له ان 5 ويساوي قلت له اري، قلت له مثلا عندك هنا مثلا علي فاصلة مثلا محمد فاصلة خالد، تمام. هذا ايش نوعها؟ نوعها اري سترينج مصفوفة نصية، تمام. في عندنا نوع كمان ان 6 مثلا ونقول له نل، طبعا هذا ايش نوعها؟ نوعها فارغ، يعني هي ايش؟ نل، متغير نل. باجي بقول له هنا نل. طيب اجيت لو انا بعرفش نوع البيانات، لو انا جبت البيانات هاي من الداتابيز بعرفش نوعها، باجي مثلا ايش بقول له؟ نجي ناخذ اول شيء الانتجر، باجي انتجر باجي بقول له مثلا عشان انا اعرف اتاكد نوع البيانات هذا كيف، مثلا انا مش عارف انه هذا انتجر، كيف اتاكد من نوعه ايش هذا؟ باجي لو ايش باجي بقول له؟ في عندي دال اسمها بكتب ايكو، في عندي دال اسمها جيت تايب، جيت تايب بترجع لي نوع البيانات، نوع اللي هو ايش؟ الفيربول المتغيرات، تمام؟ فدي هنا متغير ان 1 واجي اقول له ايش؟ روح على المتصفح واجي اعمل له ايش؟ ريلود، ايش طلع لي؟ نوعه انتجر، اللي هو الان 1 ايش نوعه؟ نوعه انتجر. طيب في عندنا داله ثانيه بتجيب لك التفصيل عن هذا المتغير وهي الفار دمب، فار دمب، فار دمب انا بديه ايش؟ المتغير ان 1. طيب هذه الان 1 بتجيب لك اللي هو نوعه والقيمه بتاعته، تمام؟ طيب لو جينا هنا وعملنا تحديث قال لك نوعه انتجر والقيمه تبعته 5، تمام؟ عرفنا داله جيت تايب بتجيب لك نوع البيانات، لكن الفار دمب بتجيب لك نوع البيانات والقيمه. طيب نيجي ناخذ هنا الفلوت او الدبل هنا، تمام؟ طيب بس هنا نعمل اللي هو ايكو بريك بي ار اللي ايش؟ اعمل بريك. طبعا انا طبعت هنا ايش؟ طبعت هنا ايش؟ بريك، تمام؟ ينزل سطر جديد. طيب باجي بقول له دبل وقلت له مثلا ايكو هنا ايكو جيت تايب، وقول له هنا ايش؟ ان 2. طبعا ان 2 ايش؟ هو عباره عن دبل. ونيجي لو طبعنا هنا وجيت هنا على المتصفح وجيت قال لك نوعه دبل. طيب لو بدي اطلع مثلا البيانات عن طريق اللي هو الفار دمب، بقول له ايش؟ ان 2، تمام. واجي على المتصفح واجي اعمل تحديث قال لي فلوت 1.5، تمام؟ اوكي تمام. طبعا هو دبل او فلوت، تمام؟ ما فيش اي مشاكل، يعني هو الدبل والفلوت نفس ايش؟ هو نفسه قيمه بتحتوي على كسور، لكن دبل هو طبعا يعني ممكن هو ممكن تحط فيه عدد كبير. طيب طبعا بالنسبه للسترينج نيجي مثلا نعمل هذا ونشوف السترينج هنا، بس نظبط الكود. اوكي هنا ايش؟ سترينج طيب هنا string، واجي اقول له مثلا الفار 3، واجي اقول له ايكو اللي هو لا get type لمين؟ get type لا اللي هو الان
3 واجي اقول له مثلا هنا ايش اعمل لي بريك عشان نعرف ايش احنا بنسوي. تمام هنيجي نعمل هنا ريلود عفوا اوكي. طبعا ايش طلع لي هنا؟ طلع لي هيو هنا string وطلع لي string 7 الطول تبعها 7. تمام في السترينج بيطلع لك الطول الفار دمب بيجيب لك نوعه بيطلع لك طولها والقيمه تاعتها. تمام طيب طبعا احنا نكتب في ان شاء الله في الدرس القادم راح نكمل الداتا تايب انواع الثانيه. نشوفكم الدرس القادم والسلام عليكم.